البوليسيه يشدوا في عائلات جرحى وشهداء الثوره يحطوا فيهم الحبس والقضاء يخرجوا. انا باش نعمل فيه ان شاء الله يكون مصير عزيز هكاك زاد البوليسيه يشدوا والقضاء يوصل لشيء زي هنا نعطيه 20. كيف كيف زاد نعتبر انه هذه القضيه الملف العائليه على خلفيه موقف عزيز امامي من الاحكام الصادره في قضايا وشهداء جرحى الثوره اللي كان موقف شديد وموقف خلق برشا عباد. ويعني اغرب يعني عزيز في الحبس نهار يدخل عزيز في الحبس احد القيادات الامنيه يخرج من السجن لابس جبه قيادي امني اللي كان في سيدي بوزيد عند انطلاق احداث يخرج من السجن يوم يقول له عزيز هذه من المفارقات لابس جبه. زرتو خرجت قابلت مدير السجن قلت له راهو هنا وبفلان انا توا عينت اثار اعتداء بالعنف وما فماش ليها حتى اثرت على مستوى المحضر دونك ماذا بيا تعديم على طبيب. قال لي عديناها على طبيبه وهو ما قالهاش اللي هو تعرض للاعتداء بالعنف. ايه مشيت معاه مش مشكل وقتها انا خرجت واحنا المحامين كي نزور برقه برقه في الاخر صليت نتاع برقه اخرى ما قصرش هو مدير السجن وقتها قلت اعطيني اذن باش نعاود ندخل نقابل. دونك عاودت دخلت قابلت عزيز يا عزيز كيفاش ما قلتش معاه قلت تعال ان توكا همشي عاودوا يعرضوك على طبيبه ويلزم توريها اللي دراس تاع العنف هذوما اللي وريتهم لي واللي حتى انا ما نجمش نشوف. قال لي داكور دونك بعد هذاك عاودت رجعت البارح عزيز بوفوار شنو صار في الاعتداء. إبا الدكتوره المحترمه تقول اللي اثار الاعتداء بالعنف هي اثار البرق اللي موجود في الحبس. معناها بالنسبه لي انا الحقيقه هذا ياكد اللي المقاومه بتاعنا ماهيش باش تتوجه ضد البوليس برك، هي ضد عقليه، ضد عقليه الخوف هذه، على خاطر اذا كان طبيب ادى يمين ان يقوم بمهمته بكل صدق. عزيزي باش يكون الضوء باش يسلطنا على برشا قضايا اخرى ما نعرفوهمش. نعطيكم اكزومبل تاع مثلا وسيم الفرشيشي عمره 15 سنه وتم ايقافه نهار 3 جانفي في 2012 في ياسين، تم تعديله لمده 3 ايام، حتى حد ما عرف وما يعرف. عزيز هو عزيز وصبري باش يكونوا حلقه اخرى في حلقات الانتهاكات اللي صارت في تونس من 17 ديسمبر واللي مست كل الفئات، مست الصحفيين، مست المداولين، مست الفنانين، مست المحامين، مست النقابيين، ومست الطلبه، ولكن ايضا في حق شباب الثوره اللي شارك كذلك في الحركات الاجتماعيه. نذكروا السار في سيليانه، نذكروا السي المحاكمات 19 في سي 2012 وقت الناس خرجت تطالب في حقها في الماء، في القروان، وفي صفاقس، وفي الجيش. تم قامهم بوليسير. نحب نضيف نقطة أخرى على كل القضايا حرق المراكز. نحب نذكر زاد أنه بخلاف حرق المراكز هناك أكثر من 130 قضية جنائية مفتوحة فيما يعبر عنه بحرق مراكز سيادية بين 17 ديسمبر وبعد 14 جانفي. حرق مراكز سيادية تشمل أيضا الإقبالات، تشمل أيضا بنيات التجمع زاد اللي معتبرينها في الوقت هذاك مراكز سياديه. 130 قضيه ما يعرفوش اغلبيتهم، يمكن يكونوا الناس اللي مشاركين فيها ما يعرفوش ارواحهم، انهم محل تبعات، انهم محل فرار، يمكن الناس موقفين وما نعرفوهمش جمله واحده. المشكله الاخرى انه التواصل بتاع عزيز اللي نعتبروها كلنا موافقين عليها وباش نخلوا الاساتذه تكون بالجانب القانوني المساله، لكن زاد نوجهوا انه عزيز يعطي فرصه اخرى للقضاء التونسي باش يثبت انه قضاء مستقل. نهار كذا نهار الجمعة نتصور فرصة القضاء يعطيها له عزيز وصبري باش يثبت انه قضاء مستقل، باش يثبت انه هو بعد على التعليمات وبعد على تطبيق التهم الكيدية للمناطقين. النقطة الأخرى اللي نعتبرها أيضا في علاقة بمحاكمات شهداء وجرحى الثورة، انه اللي صار لعزيز وصبري واللي صار لبرشا شباب من شباب الثورة هو نتيجة حتمية لسياسة لتطبيق سياسة الإفلام من العقاب. لانه يعني ما نتصورش اليوم كل القاده الامنيين في الفتره بين 17 ديسمبر و 14 جانفي يكونوا طلقاء وشباب الثوره عندهم حاجه. نقطه اخرى مهمه ياسر انه بعد 14 جانفي صار يعبر عنه العفو التشريع العام، لكن العفو التشريع العام استفاد منه كامل القيادات السياسيه والناس اللي كانت برا في الفتره بين 17 ديسمبر و 14 جانفي، بينما الشباب اللي كان هو وقود الثوره هو تو قاعد يدفع في الثمن بتاع التحركات هذه. النقطه الاخيره نحب نوضحها ونزيد ويكون في شكل اعلام انه التحركات المسانده لعزيز ولكل شباب الثوره وبينهم شباب المتهمين في كل حال في حرق المراكز بدات تاخذ بعد اقليمي وبعد دولي.
تم تحركات صار في مونيال، صار في خليج، صار في مصر، والبارح تم صار بيان صادر عن اكثر من 150 جمعيه مغربيه وجزائريه وتونسيه ومصريه وعراقيه في المغرب اسمه نداء بسميقة، وربط مساله ايقاف عزيز وصبري بكل المسائل التي تهم الحراك الثوري في المنطقه، وخاصه ايقاف محمد قاضي الجزائري ومعز النصير التونسي في الجزائر، عزيز وصبري مهنور المصريه اللي حاكمين عليها زاده بتهمه خرق قانون التظاهر، ومناضلين ومناضلات حركه 20 فبراير.